مهم هنايا كي كتشوفوا جينا البولونجي باش نشوفوا شي حاجه جينا عليها وجلسنا نديروا الماساج في هاد البليصه عندهم هاد لو كوان ماساج زوين منها تجربي منها الى الناس اللي انتريسي يعرفوا صراحه ما نقول لكمش زوينين ايوا عطمن الفكرون ما تفلت اللهم بعدا نريحوا عظيماتنا حنا الاولين هما حاولت نشد لكم لي بري صراحة عندهم كاليتي زوينة وحتى من نيفو ديال المساج بامال وراكم كتعرفوا كل حاجة وتمنها من عند رخصو تخلي نصو واللي بغى المليح راه كيتبعو المهم دوزنا هاد النهار انتما كتشوفوا حاولت ناخذ لكم لي زافيش الدراري هنايا شديناهما لعب ايوا المهم كندوزو وقيت ما باش ما كنحاولوا نهرسوا لا روتين ديال الدار ومنها الا كاين شي ما يتقدر كنقضيوه كاملين وصلى على النبي هادشي اللي كاين هنايا راه حتى هنايا بليصات ديال المساج صراحه والله الا زوين هذا يكون في الدار كل مره كنجي لهاد بولونجي كنقول لازم نشري شي واحد ولكن مازال ما كتبش ان شاء الله يكون الخير والاثمنه راه يعني ماشي شي حاجه انورم ولكن مزيان بنادم مره الغولاكساسيون راه ماشي ديما كنديروا لي سيونس دو ماساج مره في القرن ايوا وضربت بكم هاد الدويره في هاد لو كوان ديال بولونجي هنا فين كنا وخليكم معايا حتى تمشيو معايا للصال دو سبور هنايا هادي واحد الصال دو سبور لي جيت نشوف لي بري نعرف لي زاسيرونس لي كيطلبوا داكشي ما ربي ما يهديني الله نوض نتحرك شويه رانا هاد الايامات عاطيه غير الماكله والنعاس وبغيت ندير شي اكتيفيتي كنت بغيتها انا وسماعيل ولكن سماعيل قالك ماشي لاج ديالو ا بارتير دو 16 اون وخديت الاثمنه عرفت شنو طالبين او ميم طون عطاوني دو بون الا بغيت ندير شي سيونس دي سي صراحة عرفتي هاد البلاد كنعيشو ستريس بزاف اكثر من القياس قلت علاش لي ما ندخلش لشي صال ونحاول انني ندير شويه ديال لاكتيفيتي فيزيك باش نطيحو شويه راه حنا غير غاديين وكنزيدو وهنايا خديت المعلومات اللي خاصين وكل شيء لي بون ها هما عندي ولكن كنظن مازال غادي نزيد نقلب حسن ما كرهتش نلقى شي حاجه فيها صونا حمام وداكشي باش الانسان يدير ضرب عصفورين بحجر المهم هنايا حتى هادي بامال صراحه ولكن كاينه واحده اخرى اللي شكروا لي الناس مازال ما كتبش نمشي نشوف هنايا لي بري 19 الاورو في الشهر واسيورونس العام كتحطي الشاك ديال اسيورونس العام وقريبه للدار 5 دقائق والحمد لله انا مهم عيني ميزاني غادي نشوف لي موان مالي في الثمن بيان سور ونشوف الحاجه اللي فيها لي زافونتاج ليا اللي باغا انا
ويكل خير الله ما يسير ولا تعسير. وهانتوما معنا نكملوا النهيار ديالنا كي قلت لكم غدوزوا النهار معنا ان شاء الله فيما مشينا. هانتوما معنا وصلى على النبي. كنحاولوا نشاركوا معكم داكشي اللي كنديروا الخريجات ديالنا عاديا ولهلي خطيكم بنادم حتى هو يستفاد. لكان شي واحد انتريسي لشي حاجه راه غادي يبان ليه. وشكرا بحال ديما على التعاليق ديالكم على المتابعه. نتمنى ما تبخلوش علينا من اللايكات ومن البارطاج حبايبي. راكم عارفين القناه كتطلع بكم ما شاء الله. ولهلي خطيكم. راه داكشي باش كان ما بغيتاش تبقى تاخذ المنيو انفون لحقاش ما فيه غير هذا الفيش. لا يا بابا حلال ما يوصي واحد موكاش لا لا هي ما تاكلوش. المهم هنايا اللي فهم شي حاجه يخليها ليا في التعليق. انا كنقلب على لاصال نضعف ونحيد ستريس وكنجي نقلب على محبوب الجماهير الشوكولا الغالب الله هادشي اللي عطا الله. ما نقدروش نستغناو عليه لانه فريمون كيحيد ستريس كيهذا شي حاجه ما تتخطى تدار. وشكرا على المتابعه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.